مرحبا يوتيوب بكفي تفضحوني الاشي بضايق اوكي القهر يا جماعة والله. خليني احكي لكم القصة. اول شيء انا الحمد لله صلي هسا 3 سنين على يوتيوب اوكي الحمد لله الامور كلها حلوة وزي فطبيعي جدا يا جماعة كل ما تنزل تحت في قناتي اكثر فيديوهاتي بتصير اسوأ واسوأ في نظري. يعني انا بشوف حالي انه اسلوبي كان اسوأ واسوأ ومع الوقت عم بزيد تعود على الكاميرا وعم بزيد اسلوبي بصير احسن. تعرفوا اخر فترة كمان بغنطيس نساء بابي كيف علي اوف ليتس جو. فتخيلوا يوتيوب كموقع تمام في صفحة الهوم بيقترح للناس فيديوهات عليها ويوتيوب عندهم كل هالفيديوهات. يعني عندي مكتبة واسعة من المحتوى والمحتوى والمحتوى والمحتوى. يوتيوب طنشوا كل هاد وقرروا يقترحوا على الناس اول فيديو في قناتي. الفيديو هاد اول فلوج لما نزلت على قناتي كان عليه 100 مشاهدة. هسا نروح عليه بتلاقي عليه 800,000. يوتيوب قاعد بيعمل اسهال مشاهدات على هذا الفيديو. كل امة محمد تشوف هالفيديو بس الفيديو كثير بخزي. بتعرفوا تحدي بيني وبينكم، انا هسا التحدي اني احاول احضر فيديو كامل. الفيديو عبارة عن 6 دقائق. يلا اهلا فيكم باول فلوج اخوان. لسا امبارح جيت من السفر، كنت في الامارات بس لازم اعمل اشي بالنسبة لشعري لانه شعري كثير بخزي. نايس اخوان، قبل كل شيء حاب بس احكي لكم ايش هو البلوج. اول شيء سيبكم من شكلي اللي بيشبه المراهقات تمام، شكلي كاني بنت الاولى على صفها مراهقة. طبعا اللحية يا جماعة ابو فلة عنده لحية اكثر مني في هذا الفيديو. سيبكم من كل هاد، الفيديو ممل. الفيديو صرت حاضر 10 ثواني وبلشت انعس. بدي اروح اسشور. بدك تسشور؟ نايس. بدي اروح اسشور. بدي اروح اسشور. ممكن اروح اسشور. اشوفكم بعدين. شوفوا المونتاج، شوفوا المونتاج رهيب. جو حطاب يا جماعة، عيني جو حطاب. هاي الموسيقى اكثر موسيقى تمثل اليوتيوبرز. اوه بيض. لازم توثق كل دقيقة، لازم توثق كل ثانية طبعا. هلا والله. ليش هيك عم بصور؟ ليش هيك هيك؟ هلا والله. دخت وانا بحضر يا زلمة. انا خشمي اسمع، فرجيك خشمي شو بسوي. خشمي بيقدر يكبر ويصغر. شوفوا ولك حيمة ماسك. يييي شايفين يا جماعة كانت حياتي كثير ممتعة، بجوز أكثر حياة مملة في الحياة حياة طالب الهندسة. يخرب بيتي يا جماعة، طلعوا ما أنعم وجهي كان، لو إني بحط مرطب بشرة كل يوم. لنتيجة واضحة ب 14 يوم. طلعوا زي المخدة عامل. أحكي قصة، أحكي قصة أنا للشباب. يا الله بيض. حاضر دقيقتين حاس روحي بدها تطلع يا زلمة. خلاص خلاص. مرة ركبت سيارة وشغلتها وما مشيت. شو كنت عمل؟ شو حلقتي كان؟ شو الوضع؟ استنى شوي لحظة بس أشوف إيش في؟ شكلي ما كنت أدفع كويس للحلاق. البيرول شفتوا؟ لقطات، بحط لقطات يا جماعة طبيعي كذا عشان أحمس المتابع في نص الفيديو. والله زغلول دويكات. واو شفتوا من وقتها بيصوروا معي. عيني مش طالعين. ايش هالفيديو البيض يا اخي؟ ايش ايش شكل الحياة؟ خلاص انا عامل لايك، انا على ابو اللايك. الفيديو عليه 800,000 لسه ما كملته. الفيديو 6 دقائق هاي بتحسها تقريبا 5 ساعات انت بتحضر كثر ما هو ممل. طبعا اول ما نزل الفيديو كان عليه 5 مشاهدة 11 مشاهدة، يعني بعدين انا بلشت انشهر صار عليه 1000 مشاهدة اوكي، بعدين بلشت انشهره صار عليه يمكن هيك 3000 مشاهدة اوكي حلو، بعدين خلص خلص خلصنا. فجأة يوتيوب خد، بعدين كل هيك ما يمر اسبوعين فجأة يوتيوب خد خد مشاهدات خد خد. طيب صافي فترة هدوء بشهر 5 بعدين خد بعدين وهسا احنا داخلين على بيك جديد. لما تشوفوا هون طلعوا رجع طلع. ليش الاذى؟ الفيديو ضد خوارزميات اليوتيوب. اليوتيوب كيف بيقيم الفيديو انه مستحق النشر او لا؟ انه هل الناس عم تحضره كامل؟ يعني الفيديو هذا طوله 6 دقائق، هل الناس عم تحضر اكثر من نصه؟ بالتالي الفيديو ممتع، بالتالي ننشره؟ والجواب لا، الفيديو متوسط المشاهد المتوسط عم بحضره بس لمده دقيقة وبزهق. يعني الفيديو عبارة عن انه تحس كأنه الفيديو بيقول لك مشان الله اتفني، ما تخلي حد يشوفني، بس يوتيوب خذ خذ مشاهدات مشاهدة. شوف التعليقات، مين من المستقبل قبل ساعة؟ أنا من المستقبل. مين بيشاهد الفيديو في 2023؟ هو ذكي، عارفين احنا حاليا ب 2021 بس هو بده التعليق تبعه يضرب بعد سنتين، هو بخطط للمستقبل. ليش كان يشبه الضفدع بدون إهانة؟ الضفدع
لا ما فيها إهانة، أنت هيك عم تهين الضفدع صراحة يعني. إذا شيء طلع لي في الاقتراحات. لك هاي البدايات الصعبة. أنا هذا السبب اللي بخليني أخلي الفيديو لهلا ما حذفته، بقدر أحذفه بكبسة، بس كانت فكرتي إنه يجي شخص ديبلش على يوتيوب، طلع أحمد أبو الرب ما شاء الله وصل لرقم حلو، ويرجع لبدايته ويشوف إني أنا بلشت بداية جدا بسيطة، يمكن لسه أسوأ من البسيط، بداية يعني أبو هيك بداية، يا أخي ربيت هيك بداية، شو الخبر؟ فأنا الفكرة إنه الأشخاص هذول اللي بدهم تشجيع يرجعوا للفيديو بشوفوا يحكوا أوكي مدام أبو الربع عمل هذا الإنسان متخلف معناته أنا بقدر أعملها. هاي كانت المبدأ، ما كنت بحتاج أي تدخل من الإخوان. بس كمان الإشي بيضايقني إنه في الأسبوع الماضي أنا كسبت 5 مشتركين من الفيديو هذا، ففي 5 أشخاص ما بيعرفوني طلع لهم الفيديو بوجههم، هيك أول ظهور لأبو الربع عند هذول الأشخاص. وشافوا المحتوى قالوا بدي كمان اشتراك. مش بس هذا الفيديو، تقريبا اي فيديو من الفيديوهات القديمه انا مستحي انه ينتشر عم بينتشر، تلاقي عليها فوق 1,000,000. والفيديوهات الجد حلوه لا يوتيوب لا ما لا لا ليش تنشر فيديوهات حلوه؟ ما انت كويس مالك ليش تنشر فيديوهات حلوه؟ يعني هذا الفيديو معلومات بتعرف عن مسلسل جن، هذا اول فيديو ينتشر في حياتي على اليوتيوب، هو اللي بلش يخلي الناس تعرفني وتقريبا بلش مسيرتي على اليوتيوب. هذا الفيديو وصل 100,000 بتذكر على مدى 2 كاملين، بس وصل 400,000، بينما هذا الفيديو عليه 1.3 مليون، الفيديو اللي ما كان حدا حاضره في وقتها. خلينا نحضر هذا الفيديو افرجيكم. اطلع كان عندي زمان مبدأ الاسكتشات في أول فيديو عشان أحمس الناس للفيديو. الاسكتشات كانت كثير تخزي لدرجة إنه هي فعليا تخليك تطلع من الفيديو على الثاني 5. فكنت عم بتعلم حي المونتاج انه اخلي حالي شخصين، يا اهلا انا الشخص الثاني، او 3 اشخاص مرحبا انا الشخص الثالث. واو شو مبدع، واو احمد ابو الرب. هاي الانترو تبعي تمام، تصف لك كيف انه احمد ابو الرب انسان بيقدر يحرك وجهه. طلعوا كل الحركات زي مني المطعم، شوفوا كل الحركات اللي انا بقدر اعملها حتشوفوها بالفيديو. واو طلع لسانك، واو كثير حلو الانترو، انا متحمس احضرك اكثر. بس انا عندي اخ اصغر مني. هاي الحيطه القديمه كنت حاط عليها طاقيه، شو هالفوضى هاي، وهالغرفه شو كانت معفنه يا اخي. انا اكبر اخ عنده فبالتالي بيعتبرني زي سوبرمان. يا اخي امسح هذا اللي على وجهك، انت شفت بدايه الفيديو صح؟ شفت اول 30 ثانيه؟ هل هذا فيديو يستحق انه يوصل 1.3 مليون؟ سؤال بس صح، حق اتضايق يعني يوتيوب عم بيفرجوا الناس اشياء ما بتمثلني. طبعا الفيديو كان عادي عليه 1000 مشاهده، فجاه طبعا يا جماعه في ال 24 ساعه الماضيه هذا الفيديو اللي شفتوه زودني سالب 3 مشتركين. يعني يوتيوب عم بيقترح الفيديو على متابعيني، وفي 3 من متابعيني قرروا يتركوني بسبب الفيديو. يوتيوب يعني مزحكم ثقيل يعني. خلاص يعني اذا انا كلامي اعتبروا حكي فاضي، شوف الارقام هي بتحكي، هذول 3 اشخاص كانوا يتابعوني بطلوا يتابعوني. هاي شو لزوم الحكي الفاضي، خلاص يعني صار نفسي اعملهم انا برايفت يا اخي، ما في داعي يعني، جزء من تاريخي لازم يضل ما بقدر امسحه، بس برضه مش لازم احطه قدام الناس. يلا تفرجوا، لا يا اخي انشروا فيديوهاتي الجديده، فيديو الصبار وفيديو الماضي وفيديو نار، فيديوهات حلوه انشرها اقسم بالله يا اخي بموت، بتعرف شو بموت يعني بتفجر عشان اطلع صفحه الترند بفيديوهات جديده اللي جد حلوه، يعني لازم الفيديو يوصل 2 مليون مشاهده في اقل من 24 ساعه عشان يوتيوب يحطوني ترند. الفيديوهات هاي المعفنه يوتيوب قاعد اتفرج، يا ناس اتفرج اطلع والله عليك. ليش يطلع لي بالمقترحات؟ ما بعرف يا ابراهيم، ما بعرف يا رب لك الجواب. اسمعوا تعرفوا شغلة قبل ما نخلص هالفيديو، بس بدي أشوف إيش الفيديوهات اللي أنا مش مبينها القديمة، يعني شبه صار عندي فضول. أوكي فأول فيديو على قناتي جد هو قبل أول فيديو أصلاً اللي هو تحدي البيض، منيحني مش منزله كان هسا بكون عليه 5 مليون قد ما هو بخزي. تكات طع شكلي بوقع بيض على راسي، بس هيك كل الفيديو تعرفوا خلص خربانة ها، وهيو يا جماعة الفيديو صار بابليك. أنا ليش بوجع راسي، خلص هسه موقع يوتيوب حيصير معاه خلل في الدماغ. أوف فيديو من 2016 قاعد بالهان بالفيديو، مليون مشاهد.
في كثير فيديوهات من ايام لما كنت مصور فوتوغرافي زي فلوجات لرحلات التصوير، بس اتذكر كان في منهم جد حلوين. الله اعلم، خلينا نشوف لنا واحد. تعرفوا ابدا الفلوج من الباص، بس كنت صراحه نايم، جوي كان نار. وقال تغيرت كثير، كنت وقتها جوي مغامرات وكذا، هسه انا يعني اكبر مغامره بالحياه اني قاعد بصور لكم هالفيديو، انا نفسي اروح انام. والله هذا تاريخي، هذا جزء من تاريخي اللي ما حد بيعرفه يمكن، او يمكن بتعرفوه ما بعرف. تنحيف تنحيف برا تنحيف برا يا حرام. اوه كلب صغير، بذكرني بسعد زغلول. تعرفوا هذا الفيديو حلو فعلى الفاضي اذا حطيته ببليك، بس راح احط لكم هيك ابو اربع فيديوهات خمسه من فيديوهاتي القديمه اذا بدكم تروحوا تحضروهم، يعني تشوفوا كيف كان تاريخي. بس يوتيوب خلاص، هاي لا تقترح فيديوهات القديمه، اقترح هذا الفيديو اقترح. لا اوكي، اذا انت مو مشترك اشترك في القناه. وقت لما تحضر هذا الفيديو حكون غالبا في دبي، فاذا انت مش متابع تابعنا الانستغرام عشان تشوف شو حعمل في دبي. رح اعمل شغلات في دبي. اوكي شو قلنا نروح يلا بيس. لا توجع لي راسي خد جزره، والله لك مش فاضي خد جزره.